السلام عليكم. سامسونج جالاكسي اي 55 يسحق الايفون 14 بلس ويحقق نتائج مذهلة في مختبر الدي اكس او مارك 2024. كل هذا واكثر اعزائي الكرام سوف تشاهدونه ان شاء الله في هذا الفيديو. اتمنى منكم دعم القناة بقوة عبر الضغط على الزر اشتراك، لان هناك 75% ممن يشاهدون الفيديوهات على قناتي ليسوا مشتركين. تابعوا الفيديو حتى النهاية. كشفت الشركة الكورية عن زعيم الفئة المتوسطة سامسونج جالاكسي اي 55 الأسبوع الماضي، وجاء هذا الهاتف مع العديد من الميزات والخصائص الجديدة التي تضعه في المرتبة الأولى بين هواتف الفئة المتوسطة. على سبيل المثال، يحتوي هاتف سامسونج جالاكسي اي 55 على إطار معدني وشريحة الإكسينوس 1480 مع معالج رسوميات AMD. واستخدمت سامسونج هيكلا معدنيا وزجاجيا لهاتف جالاكسي اي 55 ليكون بهذا اول هاتف من فئة الاي يتميز باطار معدني، وتم تغطية الجزء الامامي والخلفي بالزجاج، كما انه يتميز بتصنيف الاي بي 67 لمقاومة الماء والغبار. سامسونج جالاكسي اي 55 يتفوق على ايفون 14 بلس وعلى اوبو فايند اكس 6 برو بفضل ميزاتها الرائعة والقوية. تمكن هاتف سامسونج جالاكسي اي 55 من التفوق على كل من هاتف اوبو فايند اكس 6 برو والايفون 14 بلس في اختبارات الدي اكس او مارك، حيث حصل جالاكسي اي 55 على تقييم شاشة اعلى من الهاتفين بمجموعة تصل الى 141 نقطة. يتميز هاتف سامسونج جالاكسي اي 55 بشاشة سوبر اموليد مقاس 6-6 انش بدقة فول اتش دي بلس، ومع معدل تحديث 120 هرتز وطبقة حماية من الخدوش والصدمات من زجاج كورنينج غوريلا جلاس فيكتوس بلس، وتدعم ايضا ويدعم الفيجن بوستر، ويمكن ان يصل سطوع الشاشة الاقصى الى 1000 شمعة في المتر المربع تحت ضوء الشمس المباشر، وحتى اعلى في مشاهد ال HDR، ويحتوي على مكبرات صوت ستيريو ومستشعر بصمة تحت الشاشة. ما رأيكم اعزائي الكرام في تفوق الجالاكسي او بطل الفئة المتوسطة ال A55؟ شاركونا عبر التعليقات، ولا تنسوا دعم القناة. دمتم سالمين، أحبكم، مع السلامة.